ما يا رحال من ومضة، معنا اليوم خالد الخضير، مؤسس جلو وورك. جلو وورك شركة ناشئة من السعودية، مزبوط؟ صحيح، نعم. خبرنا شوي عن الفكرة اللي وراها وليش بلشت. جلو وورك تأسست العام الماضي. احنا بديناها كفكرة انه كيف نصل البنات الى سوق العمل. احنا يعني قبل بداية المشروع سوينا بعض الدراسات وشفنا انه نسبة البنات اللي متواجدين في سوق العمل من حيث دراسة بوزند كومباني كانت 15% فقط، ونسبة السيدات اللي عندهم دكتوراه او بي اتش دي نسبتهم 60% اللي ما عندهم وظائف. فهذا يعني استفتاء كان جدا قوي، وخلانا انه نشوف ايش المشاكل اللي تواجه المرأة في الحصول على العمل. فعملنا بعض الورش العمل وجمعنا رؤساء موارد بشرية من شركات دولية وشركات محلية، وسألناهم السؤال الوحيد اللي هو يعني ليش ما توظفون النساء؟ ايش المشكلة في توظيف السيدات عندكم؟ وقالوا عندنا مشكلة واحدة، المشكلة الوحيدة انه ما نعرف كيف نوصل الى السيدات. طبعا السيدات ما يعرفون يوصلون الى الشركات، يعني عندنا عائق كبير الان انه السيدات عند التخرج يلزمهم انهم يذهبون في السياره مع السواق ويوصلون عند الشركه، ممنوع يدخلون على الموارد البشريه او الجهات التوظيف، ويلزمهم انه يضعون السيره الذاتيه عند السكيورتي جارد او الحارس الامن، وعادة السيرة الذاتية تضيع عند الحارس. فخلقنا يعني موقع glowwork.net في يونيو العام الماضي لربط ما بين الباحث عن العمل والشركات، وهذا يعني فكرة موجودة يعني في العالم، موضوع المواقع الإلكترونية للتوظيف، ولكن احنا خصصناها فقط للسيدات يعني لتأهيل للبيئة اللي احنا عايشين فيها. كم امرأة تسجلت فيها للمنصة لحد اليوم؟ احنا عندنا الان في قاعدة البيانات اكثر من 13,000 امرأة سعودية مسجلة تبحث عن الوظائف، وعندنا 2500 وظيفة متاحة الان من 160 شركة معلنة، اكثرها شركات عالمية زي مايكروسوفت وجنرال الكتريك بيبسي كولا. فهذه كانت الأرقام. طبعا احنا وسعنا المشروع إلى انه يفيد كيف الشركات الصغيرة والمتوسطة ممكن تستفيد من توظيف السيدات. ف يعني شفنا احنا كل الشركات اللي مسجلة عندها شركات كبيرة، ليش الشركات اللي هي الصغيرة والمتوسطة اللي هم اصلا الان اللي يخلقون الوظائف الجديدة، هم اللي نسميهم الجوب كرييترز، ليش عندهم عائق توظيف السيدات؟ فجمعناهم كذلك وسوينا لهم ورشة عمل، وقالوا عندنا العائق الوحيد انه ما نقدر نوظف السيدات لانه في اللي هو موضوع المكاتب المنفصلة للسيدات، وهذا معناها اذا بوظف بنت ولا سيدتين حيكون علي يعني رسوم او كوست عالي، من ناحية انه لازم ادفع اجار ولازم ادفع كهرباء ولازم ادفع اثاث، وبعد نظام العمل العمال ينص انه يكون في حارس امن خارج المكتب السيدات، فهذا كلها يعني كوست على الشركه. فاحنا يعني من خلال تجربتنا عملنا شوي دراسه على حسب الاسواق اللي في بريطانيا وفي استراليا، وطبعا استراليا وبريطانيا عندهم نظام اللي هو العمل من المنزل من خلال نظام متابعة محددة ومشددة. فشفنا إيش الأنظمة اللي موجودة وتعاقدنا مع شركة اسمها أكسا آي تي سولوشنز بحيث توفر نظام اللي هو الكلاود كومبيوتينج، أنه نجي نضع الكمبيوتر الأجهزة في منزل السيدة، ويمكن أنه الشركة تتابع كل أعمال السيدة، فبحيث أنه الوظائف الكول سنتر ممكن مديرها والموظف يشوف
عدد الاتصالات الواردة، عدد الاتصالات الصادرة، كم مدة اللي استغرقت الموظفة أن ترد على الاتصال، الشاشة كل 10 ثواني في أبديت ممكن يشوف الشاشة عنده إيش تسوي، إيش الإيميلات اللي ترسله، يعني نظام مراقبة جدا إنوفيتيف. فهذا يعني بعد ما طلعنا النظام يعني شرحناه للشركات وقالوا بالعكس هذا شيء ممتاز، ولكن كم السعر وكيف راح أقدر أراقب البنات وكيف ممكن أتواصل الكوميونيكيشن، عملية الكوميونيكيشن مع البنات هذين. فالسعر نفس المبلغ اللي نحط في بدل النقل في الراتب يستخدم في الاستعارة للنظام هذا. ونظام المراقبة زي ما قلت لكم، ونظام الكوميونيكيشنز في مايكروسوفت عندها فيرتشوال كوميونيكيشن سنتر، بحيث يتم التواصل مع السيدات بشكل أفضل. فإحنا بديناها صراحة مش بس موقع، بل حركة لدعم المرأة في سوق العمل السعودي، من حيث التعاقد مع جميع الجامعات في المملكة أو التعاون مع جميع الجامعات في المملكة من ناحية التدريب، التأهيل، كيف الواحد يكتب سيرة ذاتية، كيف الواحد ممكن يبحث عن الوظائف من خلال المواقع الإلكترونية مش بس عن يعني موقعنا، كيف الواحد يقدم نفسه في الانترفيو ولا في المقابلة. تعاقدنا كذلك مع كذا ملحقية ثقافية في بريطانيا وفي أمريكا وكندا، بحيث أن البنات اللي يتخرجوا من الجامعات هناك يعني يحصلوا وظيفتهم قبل ما يجوا المملكة، يرجعوا المملكة. فكلها عملناها كحركة أو موفمنت لدعم المرأة السعودية في الحصول على العمل اللي يناسب المؤهلات ويأهلها للوظيفة وسوق العمل. طيب هن السيدات كيف عم بيتفاعلوا مع هالمنصة؟ فيك تعطينا مثال عن سيدة توظفت من خلال جلوورك؟ نعم، يعني عندنا أمثلة كثيرة، وإحنا الحمد لله يعني الشركات أكثرها اللي تسجل يعني هي مسجلة في موقعنا بهدف توظيف السيدة، فيعني يدفعون لنا رسوم الاشتراك فقط لتوظيف المرأة. فيعني عندنا أمثلة كثيرة من شركات توظفت، بس عندي أنا مثال. يعني إحنا في جلو وورك نفسها وظفنا من خلال الموقع، فأحد السيدات كانت السيرة الذاتية عندها يعني ضعيفة جدا، بس دعيناها للمقابلة، جلسنا معاها وكانت من أنشط السيدات اللي قابلناهم، ويعني كان مستواها التعليمي جدا عالي، ولكن للأسف لأنه في جاب ما بين سوق العمل وسوق التعليم ونظام التعليم، انه ما اهلها لكتابه السيره الذاتيه بشكل مميز وشكل كويس، وهي صار لها 2 سنين تستخدم نفس السيره الذاتيه اللي فيها اغلاط كثيره، ما عرفت تحصل فيها وظائف ولا حد اصلا دعاها لمقابله. فجلسنا معاها والان هي من افضل السيدات اللي تشتغل عندنا، وهي ماسكه يعني عندنا المبيعات وما شاء الله عليها، يعني محققه انجاز كبير. فهي موضوع التأهيل موضوع مهم، فهذا شيء شفناه وأظن إنه شيء يعني يفيد المشروع لنا ويفيد سوق العمل كذلك، إنه نأهل وندرب السيدات. كم امرأة توظفت من خلال جلو وورك لليوم؟ والله صعب المتابعة على عدد التوظيف، ولكن حسب علمنا بعد المتابعة مع الشركات انه اكثر من 300 امراه توظفت من خلال الموقع. في عندنا نظام اللي هو الفول ريكروتمنت، هذا يعني نعمل للشركات فول ريكروتمنت، والحمد لله يعني وظفنا اكثر من 60 سيده من خلاله. وعندنا نظام العمل من المنزل كذلك وظفنا 20 سيده، وهذا كان مشروع يعني جديد، والحمد لله انه توظفوا. يعني الشركه كانت في مدينه الرياض والبنات وظفناهم في القصيم، فهذا خلق وظائف في المدن النائية أو ما فيها مجال للبزنس أو للتجارة، فيساعد الشركات أن تستقطب البنات ذو الكفاءات العالية في المناطق النائية من خلال النظام هذا. والحمد لله أنه خلال الفترة الوجيزة البسيطة هذه أنه تم يعني تحقيق جائزة
وجوائز كبيرة على مستوى العالم من حيث نظام منظمة العمل العالمية اللي هي الانترناشنال ليبر اورجانيزيشن والأمم المتحدة والبنك الدولي كأفضل مشروع في العالم لخلق الوظائف. يعني حزنا على الجائزة هذه بعد المنافسة مع أكثر من 40 دولة، فهذا إنجاز يعني وضعنا على الخريطة العالمية من ناحية توظيف وخلق وظائف، لأن احنا ما نوقف بس على موقع إلكتروني، احنا شغلتنا نروح يعني نحاول نقنع الشركات انهم يفتحوا مجال للسيدات. ما هي التحديات اللي واجهتها لليوم كونك عم تبني منصة للسيدات انه يشتغلوا بالسعودية؟ نعم طبعا التحديات اول ما بدينا مفهوم انه العمل للسيدة ما كان يعني الشركات ما كانت متحمسة للشيء هذا، فكان علينا نخلق توعية انه ما هو عيب انه المرأة تعمل وما هو عيب انه المرأة لها مكانها في سوق العمل بطريقة يعني على حسب نظام العمل، على حسب الـ يعني ما في تعدي للدين ولا تعدي للأخلاقية، وانه يكون لها مكان يرضيها ويرضي الجميع اللي حواليها. فهذا شيء يعني حاولنا نخلقها ومن خلال المبادرات عن طريق المواقع الإلكترونية، هذا اللي ساهم في التحدي الكبير. طبعا السيدة صعب عليها انها يعني تروح للشركات او انها تسال اخوها او ابوها يوصلها للمقابلات الشخصيه، انه ما عليها القياده يعني لسه ممنوعه من القياده. فالموضوع انه الموقع الالكتروني ساهم في مساعده السيدات انهم جالسين في بيت في كل كرامتهم في الحصول على الوظيفه، ونفس الشيء مع نظام الكلاود كومبيوتنج انه ممكن الان تحصل وظائف ممكن تشتغل من البيت، وهذا شيء يعني يسهل القبول من قبل المجتمع العمل المرأة الآن الحمد لله. شو الخطوات التالية اللي لجلو ورك؟ والله احنا خطوتنا التالية الآن انه يعني وضعنا أوبجكتيف او مهمة انه نتوسع الى المدن الاخرى. يعني الان احنا متركزين على مدينة الرياض، صحيح انه نخدم المدن الاخرى من ناحية التوظيف الالكتروني، ولكن التوظيف على الواقع ان شاء الله نفتح مكاتب في مدينة الخبر ومدينة جدة، ونبغى ننقل المشروع هذا إلى الدول المجاورة التي محتاجة إلى الدعم النسائي ودعم العمالة النسائية من ناحية النسبة. فيعني بلدان زي عمان واليمن محتاجين إلى زيادة نسبة النساء في سوق العمل، وهذا إن شاء الله يعني ننقل المشروع هناك بطريقة أخرى بإذن الله. خالد الخضير، شكرا لتحدثك مع ومضة عن موقع جلو وورك لتوظيف السيدات في السعودية وإن شاء الله قريبا بالعالم العربي. آمين إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.